السلام عليكم. حلقة اليوم للمتزوجين فقط، وعنوانها كيف تنجب مولود ذكر أو أنثى. من المعروف علميا أن الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين، وشيء مذكور بالقرآن الكريم في سورة النجم الآية 45-46، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. صدق الله العظيم. حيوانات الرجل المنوية هي اللي بتحمل صفات الذكورة أو الأنوثة. بويضة المرأة غير مسؤولة على الإطلاق عن تحديد جنس الجنين، هي مجرد حاضنة تخصب عند وصول الحيوانات المنوية إلها. مثل ما شايفين بالرسم، في عنا حيوانات منوية عم تتسابق للوصول للبويضة. الزرقاء هي المذكرة والزهرية هي المؤنثة. حسب دراسات ملاحظات العلماء، الحيوانات المنوية المذكرة أسرع من الأنثوية لكن عمرها أقصر، بينما الأنثوية أبطأ لكن عمرها أطول. وكمان حسب الدراسات، الحيوانات المنوية المذكرة بتنشط وبتصير أسرع وبتعيش أطول لما يكون مستوى الـ pH بالمهبل مرتفع أي قلوي، وبتموت بسرعة لما يكون منخفض أي حمضي. بناء على هالمعطيات، بالإمكان تحفيز وصول الحيوانات المنوية المذكرة للبويضة قبل الأنثوية والعكس. فلإنجاب مولود ذكر اتبع الخطوات التالية: العملية الجنسية لازم تتم عند اقتراب الإباضة أو بيومها. استعينوا بحاسبة الإباضة أو تقويم الإباضة لمعرفة التاريخ بدقة. خلال العملية الجنسية لازم العلاج يكون عميق حتى يوصل المني أقرب ما يمكن لعنق الرحم. هالشي بيساعد الحيوانات المنوية المذكرة إنها توصل بسرعة، لأنه عمرها قصير ولو وضعت بعيدا ممكن تموت في منتصف الطريق وتضل الساحة للحيوانات المنوية الأنثوية اللي عمرها أطول. فالعلاج العميق وكف السائل المنوي بالقرب من عنق الرحم حيوفر على الحيوانات المنوية المذكرة شوط طويل من السباق قبل نهاية عمرها، وكونها أسرع بكتير حتوصل حتما قبل الحيوانات المنوية الأنثوية. ومثل ما شايفين بالرسم، اللحظة التاريخية لوصول حيوان منوي مذكر وفوزه من بين ملايين الحيوانات الأخرى بسباق تخصيب البويضة. بالإضافة لهالسلوكيات بيجي دور التغذية لجعل مستوى الـ pH بالمهبل مرتفع أي قلوي. مثل ما ذكرنا سابقا، الحيوانات المنوية المذكرة بتنشط وبتصير أسرع وبتعيش أطول لما يكون الـ pH المهبلي قلوي، وبتتكاسل وبيقصر عمرها لما يكون منخفض أي حمضي. فمن أبرز المأكولات اللي لازم تأكلها المرأة خلال الإباضة لتحفيز الحمل بذكر: بذور اليقطين، العدس، البصل، البطاطا الحلوة، الليمون، الذرة، البطيخ، الأناناس، ملح البحر والعديد من الأغذية الأخرى. وضعت أسفل هالحلقة لائحة كاملة متكاملة من الأغذية اللي بترفع وبتخفض مستوى الـ pH المهبلي. وبحب نبه إنه مستوى الـ pH الطبيعي في المهبل بيكون عادة متوسط بين قلوي وحمضي، وما لازم نتلاعب فيه لفترة طويلة حتى ما يصير مشاكل. في شغلة مهمة جدا جدا، الحمية الغذائية تتبع فقط خلال مرحلة الإخصاب، يعني ليوم يومين أو ثلاثة مش أكتر. بمجرد وصول الحيوان المنوي للبويضة وحدوث الحمل خلص تحدد جنس الجنين. ما في جدوى أنك تستمر بالتلاعب بمستوى الـ pH. جنس الجنين تحدد الحمية الغذائية ما عاد إلها أي مفعول على الإطلاق. أما لإنجاب مولود أنثى، لازم العملية الجنسية تتم قبل بيومين لثلاث أيام من الإباضة. فكون عمر الحيوانات المنوية المذكرة قصير، حتموت في منتصف الطريق بتضل الساحة للحيوانات المنوية المؤنثة اللي عمرها أطول، فبيتزامن وصولها مع الإباضة وبتزيد فرص الحمل بأنثى. أما الأغذية اللي بتخفض مستوى الـ pH بالمهبل وبتجعله حمضي ملائم للحيوانات المنوية الأنثوية وعدوي للمذكرة، فهي السكر، اللحوم، الخبز، الشوكولا، القهوة، القمح، عصائر الفاكهة، المعجنات، المأكولات البحرية إلى آخره إلى آخره. أسفل هالحلقة في لائحة كاملة. وبذكر مجددا، هالنظام الغذائي يتبع فقط خلال فترة الإباضة يومين أو ثلاثة فقط. بمجرد حدوث الحمل ما في أي جدوى من الاستمرار. الأكل لازم يرجع طبيعي ومستوى الـ pH يرجع عادي. بتمنى هالحلقة تكون فادتكم. لمشاهدة المزيد
ضغط على الرابط أسفل هالشريط أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.